الحقيقه استاذ طلال العكاشه استاذ عماد البطه وكيله جامعه طنطا والناس يعني الهايلي ادوكيتد الراجل معطاء وان شاء الله تستفيد من العلم بتاعه في الهيرال بايوبسي لان البايوبسي ديت من الحاجات اللي ايه السيجن كان ده ما يميز البروجيس من اي واحد تاني يعني يقول لك انا ما بقولش العيان يعمل لنا البايوبسي ما بتاع البطنه يكتب نفس الكلام اللي بكتبه لكن انا بروح اعمل هنا البايوبسي وبناخد السجن هنا البايوبسي اللي بتدي حق ان احنا نعمل حاجه فنشوف دكتور كمال هيدينا ايه هنمشي ازاي في الانديكيشنز حسين على الدعوة الكريمة لأفضل محاضرة لزملائنا إن شاء الله تستفيدوا قدر الإمكان بإذن الله. ممتاز الفرصة وأشكر أستاذنا الدكتور مجيد النحاس طبعا تشريفه هنا طبعا وجوده هنا أدى أداء كبير جدا أعتقد كل البروجكت في مصر تستفيد من علمه ووجوده معنا. وأي هوب طبعا أنتم تقدروا أنتم فرصة أن أنتم ما تتكررش كتير هتريوا بس أن أنتم تقتنصوا الفرصة دي وتستفيدوا كتير جدا من الدكتور مجيد. طبعا المحاضره اللي الدكتور حسين قال اللي انا اقول اقدمها لكم كانت على رينا البيروسي وطبعا رينا البيروسي ده فعلا ده هو ده زي ما الدكتور حسين بيقول انت بيبعت لك الفيجن عشان تاخد الديسيجن ده ان انت هتعمل له بيروسي ولا لا فانا هحاول بقدر الامكان ان انا تو جاست كلاريفاي فيري بريفلي على حسب الوقت اللي بتقول لي برضه 20 سلايدز 20 مينتس اوكي فدي محسوبه من ضمنهم التو سلايدز دول محسوبين من ضمنهم اللي هي ماي اجندا اللي انا هتكلم على بريف انتروداكشن على رينا بايوبسي وهتكلم على الانديكيشن اوف رينا بايوبسي اند كونتر انديكيشن اوف رينا بايوبسي اند رينا بايوبسي بروسيجر هاو ات كان بي دان ازاي نعمله وايه الحاجات اللي هي الريكورسز بتاعت اللي انا كنت بشتغلها بالاضافه لرينا بايوبسي كوميونيكيشن وانا جاست اي جيف تو فري ريفرنس از ا جاي جاست تو ريفيو إذا حبيت تقول عن رينا بيروسي طبعا رينا بيروسي ده has been discovered more than 50 years now but for more than 50 years رينا بيروسي has been important diagnostic tool for evaluation of kidney disease وإحنا بنعتمد عليه دلوقتي في المودرن نيفرولوجي حالة الترانسبلانت حاجة كتيرة جدا it's very very important and very essential for diagnosis of chronic kidney disease and renal disease in general. With the increasing perfection of the renal biopsy has made the productive the procedure is very safe. دلوقتي بيتعمل بطرق طبعا سهله جدا وطرق بسيطه قوي كان زمان انا اذكر اول ما اتعلمناها زمان كنا ما كانش في الترا ساوند جايدد كان بنتعلم حاجه الراديولوجي ايميجنج والاي في بي ونحدد مكان الكبد فين ونروح ندخل الابره ونخليها متعلقه كده البيشنت ياخد ديب بريث وبتاع نشوف الابره تتحرك معاها الكلام ده طبعا خلاص ما عادش حد بيعمله مع الجريت ادفنت في الادفانس في التولز زي الالترا ساوند سي تي جايد بايوبسي وحتى دلوقتي كمان بيعملوا بعض الميثود اللي هي فرانسي جاجلر ابروتش اوف تيكينج دي انا مش هتكلم عن حاجه طبعا انا طبعا بتكلم عن حاجات اللي هي فيري بيزك ازاي تعرف تعمله وازاي يبقى فيري بيزي مانوفر تقدر حتى لو انت عملت في الاوفيس تشيك في الاوفيس انسايد اوفيس تيست ممكن يبقى سهل جدا انت تعمله ولكن برضه ما زلنا بنعمله في المستشفيات لان الكوميونيكيشن اللي انت بتشوفها دلوقتي ات مي بي فيري هوربل ان انت فعلا تخدم على الخطوه ديت لو فكرت فيها تعملها في مكان نوت كويس By definition, renal biopsy is a procedure that's used to obtain a piece of the kidney to look at under the microscope, either light microscope or immunofluorescence or electron microscope, زي ما استاذنا الدكتور وسام will talk about. بنعمله علشان ايه؟ ماشي؟ may be done to determine the cause of the kidney disease or to assess the severity of the disease or to initiate treatment. تمام فده مهم جدا في حالات كتيره جدا باخد الديسيجن بيزد على رينال بايوبسي. زي ما قلنا البروسيجر از جنرال سيف اند كان بروفايد فاليوبل انفورميشن اباوت ذا كيدني ديزيز. برضه اجين وات از الفاليو او وات از ريزون اللي انا عشان مش هقول الانديكيشن لا الفاليو او اللي هي واي اي جو فور رينال بايوبسي. بيعمل لي زي ما انا قلت بريفلي قبل كده ان انا بقول ان ممكن اعمل استابلش ذا اكزاكت دايجنوزس تو ديتيرمن ذا نيتشر اوف ذا ريكومندد ثيرابي
فور اكزامبل مثلا بيشنت عنده اكيوت جلوموفرايتس. في فاريانت كتير قوي في الاكيوت جلوموفرايتس اسبابها كتير رينجينج فروم سمبل دوسس فيرتيكوتر تو رابيد بروجريسيف جلوموفرايتس او كريسنتيك نفرايتس. وكل واحده فيهم ليها تريتمنت بتاعها سمبلي اكوردنج تو ذا بيبسي اجل ديسايد وش تايب تريتمنت او كده. فمهم جدا ان انا اعمل الريفرس عشان اسس التريتمنت موداليتي اللي انا هستخدمها. تو اسيرت ذا ديجري اوف اكتيفيتي يعني احنا قلنا مثلا في اللوبس فور اكزامبل واحده من ضمن الحاجات المهمه جدا ان انا لو البيشنت اكتف برضه العلاج مختلف لو هو ايه كرونيك. ذا ديجري اوف اكتف اور كرونيك تشينجز هيلب تو ديترمنز ذا بروجنوزس اند لايكلي هود اوف ريسبونس تو تريتمنت. نفس الكلام ان اديشن كيدني بايوبسي كان بي بيرفورمد تو هيلب assessment of genetic disease. لو كان في جروب مثلا من البيشنس انا اتامنهم مش عارف اوصل للدايجنوز معاه سيمبلي رينال بايوبسي والكتر مايكروسكوب اور وات ايفر ذا موداليتي كان جاست جيف ان ايديا اباوت ذا نيتشر اوف ذا ديزيز انكلودينج جينيتيك ديزيز. زي مثلا كان زي الهيربس ديزيز زي الالبرت ديزيز الحاجات المهمه جدا تشخص. ممكن ده تشخصها بالكلينيك الخوي اللي اذا كانت راني فاميليز واكثر من في سبب واضح قدامي يقول لي ان انا ان الديزيز ده هو ده او ما كانش واضح قدامه هو ده سو البيشن ده في الاسره ديت فانا هقدر اكتشف ايه جرينا فيروس. بالاضافه طبعا للجينيتك كونسلنج والاسيسمنت طبعا. ولكن طبعا هناك انديكيشنز مهمه جدا ان انا بناء عليها بعمل جرينا فيروس. فاحنا على سبيل المثال احنا كأضغط نفرولوجيست اتس فيري امبورتنت اتس مانداتري مش هقول بس امبورتنت ان هو ايه الأضغط نفرولوجيست سندروم. كل الأضغط نفرولوجيست سندروم ار candidate for renal disease. Okay? Renal disease, the context of systemic disorder, one of them, and who is lupus, مهم جدا. The diabetes, sometimes we have في renal biopsy. وطبعا نقول ان ممكن نتكلم عليها بعد كده عشان الوقت. Acute renal failure, AKI, واحدة من ضمن الحاجات المهمة جدا، ان لو السبب مش واضح قدامي، ما فيش في renal cancer، ما فيش حاجة واضحة قدامي clinical، تقول لي الديزيز هو ايه؟ I go for acute for renal biopsy. وطبعا تلك الاكزام اللي هي الار بي جي ان واحده من ضمن الحاجات المشهوره قوي ان انا لازم اعمل رينال بايوبسي. اند اوف كورس رينال ترانسبلانت طبعا ده بيج انتيتي هو الانديكيشن اوف رينال بايوبسي عشان طبعا اسس الدايجنوز ديو تو ريجكشن او ذا كان بيشنت عامل اوريدي دايت عامل ترانسبلانت حصل له كليه جرافت فانكشن وات ايفر السبب هو ايه او بيشنت عامل ترانسبلانت وفجاه بدات الارقام تعلى على المدى البعيد مع الروتينيريا وما تعرف يكون في chronic telegraphic neuropathy, but this is an indication for renal disease. بالإضافة طبعا مش لازم يكون نفروتك علشان أقول إن هو indicated may be patient with non-nephrotic proteinuria, hematuria, اللي طبعا من indication بتاعت اللي سنتسها من هنا مرة صوت الهيماتوريا واحدة من ضمن indication of yes, it's sort of indication of renal biopsy. إذا ما وصلتش بسبب من الجنينيكا الدرسة بتاعت and unexplained chronic kidney disease واحدة من ضمن الانديكيشن برضو of renal biopsy. What are the contraindications for renal biopsy? احنا عندنا either absolute or relative contraindications. Absolute or relative contraindication. Absolute contraindication أول حاجة patient refusal. Patient refusal عن biopsy. It's contraindication. Uncontrolled severe hypertension, both, I mean bleeding both. A patient is not cooperative. Uncooperative patients, the eye is so high, less than it was, and may go for general anesthesia, short of the interviews. بريد اضافه طبعا في من الحاجات برضه اللي عليها كونتروفيرسي اللي هي سبلتر كيدني سنجل كيدني اخد ولا ما اخدش؟ دي اعتقد دي مجال للدسكشن بعد كده وقلت استاذنا الدكتور مجيد يقدر يقول لنا طبعا انت ولكن طبعا التيبيكال اكزامبل ليها عيان عنده سوليتري سنجل كيدني كونجنتال او عامل ترانسبلانت ما هو سيميلر للترانسبلانت فدخلنا في قصه ان هي ممكن تبقى ريلاتيف برضه كمان.
ريجاردلس انها بتبقى سوبر كونتراديكشن. بالاضافه طبعا الى ظاهره الكونتراديكشن زي الاسكيميا، هي مش كونتراديكشن، على فكره كونتراديكشن الاسكيميا كان ممكن مش لازم بالضروره ان انا اخد كل عيان عنده اي اي او سببها كبير ان انا اخد فيروس عندي شويه مال بين الجلد وفيها الاسكيميا، الاسكيميا اللي بالنسبه يعني جاست مال ديكيشن او بلاس بريك فدي اسهل هي انفيكشن لا سوبرتيكشن. سيبتم ان كونتراديكشن زي الكيمي زي الكوريك شكلها مش مظبوط، عملت بسنوات شكلها مش مظبوط. فبليز دونت، انا كان بروجس نخلينا حريصين جدا ان احنا خلاص لقينا حاجه زي كده، بليز دونت دوت ليف ات فور ذا يورجست تو تيك ات ذا انترفنشن اند بروجس ولا ياخد الحاجه اللي هي ايه بيبقى فيها حاجات يعني كونتروفيرشال، حاجات اناتوميكال ديستريبيوشن مش مظبوط بتاعها، فانا استيتر ان انت لو لقيت حاجه زي كده يو شود ريفير فور ذا يورجست. في سكن انفكشن، في برضه نفس الكلام، في درجز انفكشن اللي بياخدها زي مثلا الانتيكوالجن الاسبرين الانتيبيوتيك درجز برضه مش شرط برضه ابسوليوت لكن ريلاتيف انفكشن اللي هو الكوميونيكيشن جيت وان اوف تو جاست وان ويك ماكسيموم هتلاقي الليدنج بروبليشن بروفايل ريفيرت تو نورمال يو كان تيك ذيس تيست. البريجنسي وان اوف ذا كونتروفيرس ولكن طبعا اي كان تيك ات في ارجنت انفكشن لايك لوبس كلير اب وعندها لوبس نفرايتس او اي رجل لوبس نفرايتس اي كان تيك يورين تراك انفكشن برضه واحده من ضمن الحاجات عشان ما تعملش بالسيميشن انفكشن غير خاصه استيل كل الحاجات غير الكوميونيكيشن يو مي تيك ات افتر ريزولت دي كونتراكت. بالنسبه للبروسيجر بتاع البروسيجر اون ذا رينال بايوبسي، قبل ما بنعمل البروسيجر بنبريبير ذا بيشنت فور ذا رينال بايوبسي. بنعمل البريبريشن ازاي؟ بيشنتس ماي نيد تيستنج جاست بلاد تيست تو تيست فور كواجيليشن بروفايل اند بليدنج بروفايل. انا على الاقل حتى اعمل لي سي بي سي وسي ذا بليد كاونت اند بي تي اند باي مارك جاست انف كفايه هو اللي كنت بتعمله، واذا ما عملتهمش ودخلت على طول يبقى انت اكيد. To decrease the risk of bleeding, patients should be asked the preliminary قبل كده يوقف الميديكيشن اللي هي ممكن تكون سبب للكواجيليشن او نورماليتيز او البليدنج بليدنج نورماليتيز لايك الاسبرين والمسسون دراج الاسبرين لايك كومبوننت اند بليتلتس اند انتي كواجيليشن ايذر كبر اور اور كواجيليشن فور 1 تو 2 ويكس بيفور ذا بروسيجر تو بي دان. بنعمل طبعا البروسيس في معظم الحالات بنعمله البيشن صح ما بنحتاجش جنراليزيز اللي انا قلت اذا كان في شايب عن اوفر فيك بتاعه بسبب يقدر انت تعمله اندر جنراليزيز طبعا على الاقل سيديشن يعني بيسموه كونشس سيديشن. فيرست بنعمل كلينزنج الاريا اللي انا حاطط قدامها يوجوالي بتبقى اللي هي من الليفت كدني. وليه الليفت كدني بالذات؟ عادة بيكون دي فيها اكسسبل لينا واحنا بنشتغل في البيشنت بيكون نايم رول يعني نايم على وشه تمام بيكون هو نايم على وشه طبعا المكان هيبقى الصوره معكوسه بالنسبه لك يبقى ليمتك ايه هو ايه الليفت على الليفت هنا الانجل بتاعتنا بالظبط ونشوف الكيمي سايز النوكلايز الانات المتاحه في مكان فين بالظبط اوكي بندي لوكال انستيزيا اللي هو ليدوكين طبعا حوالي 5 تو 10 لما ده ليدوكين to minimize the pain and the most common way to perform the biopsy is to use needle. طبعا في معظم الحالات مفيش مش needles اعتقد ان في دلوقتي needles ولكن طبعا دي معناها مش needles ان هو مفيش ابره لكن في اصغر modality تديني فكره what's going on inside the kidney without biopsy زي C4D مثلا بالنسبه لل transplant ممكن يدينا ده طبعا an idea about acute rejection without the need for renal biopsy مثلا. ممكن اذا في اليورين دلوقتي بيشكل ده كان بيصير يعني بيحاول يكوربريت مع البريزنس بتاعه على الوش اليورين وانا على السيرفس بتاع الريد بلاد سيلز الفوز على الوقت ذا بروتش ايزر يوزنج الترا ساوند او اكس راي اللي كنا بنعمل زمان او شارك الدكتور خالد بقى الحكايه دي زمان ايام الدكتور وليد طبعا اكيد ايام لما كنا بنعمل اي في بي ونأسس السايز بتاع الكيدني ونبرك الابره ونخلي البيشنت ياخد نفس وهي دي بصراحه. وطبعا السي تي جايدنس واحده من الحاجات اللي ادت فاليو فور ابروتشز في
university, what is the right position within me? Usually it's left in the lower board of the city. Then the lower board, how do you believe in the lower board? عشان ببعد عن ايه؟ ببعد عن الهايلر وبتيجي مش هو كله مليان دي الرشاشه عشان امنع تو مينمايز بليدنج از ماتش از كان. انا عرفت سيحصل على كده ولا لا؟ وانس ذا نيدل از ان ذا رايت بوزيشن a sample of the renal tissue will be taken with the needle. In some cases, different approaches is used to perform the biopsy. Like sometimes, if you have an open biopsy, I'm not sure if you have a hard time to say that you have an open biopsy. The open biopsy is a very important biopsy. And I stop it. Halian, the only communication with the doctor, yeah, the hassle. So, the post metric. So, let's have a discussion about the CT guided around the CT guided for the higher. نحط سبوت وبتاع احنا الريال تايم احسن حاجه اه ساوند يمكن يكون احسن الريال تايم الريال تايم شايف لكن ساعات بقى في ديسكريبنسي في التايمنج بيبقى فيها سلوتري جدا رغم الريسك ان في بيت بوست فيري جدا اللي هو يستحق الكلام فساعتها لما يكون الانديكيشن اكستريملي انديكيتد ساعتها ممكن اعمل اوبن هنا في الدسكشن سلوتري منشن في الانديكيشن برضه الدراسي انت عمرك تجيب Open, or probably keep the middle biopsy, patient will be kept in recovery for an observation. The patient should be kept on sovereign for at least 3-4 hours. The sovereign position, and I'm out of the middle of the drone, I live out of the middle of the middle of the compression drone, the tendency lower, I added the whole leakage or added the hematoma, the lumpy tassel at the puncture site or at the بعد سكن الكمال يعني بعد ما بيخلط بعد ما خلاص اللي هو بيمشي بقلبه على طول على الخليه على لو انت بتاخده على الترولي اللي هو الترولي انت بتشرع الترولي بنفسه اوكي ممكن كانت احنا بنعمل بايبس هولد الانجيو الانفكشن الدولوجي ايميديت بعد ما يعمل بايبس ويبقى معانا فني من الباثولوجي كده في اللايف ودي انا اعتقد ان هي مهمه جدا لان فرحتي ان انا اعمل بايبسي ويطلع الباثولوجي ريبورت لسه هنتكلم على الكلام ده هو الباثولوجي قال لي اوكي اتس سفيشنت هو اللي انا بتكلم عليه ده دلوقتي الحاجات دي ريليتد تو ذا بيشنت سيلف ناو ايه اللي انا عامله للعيان تو مونيتور بعد ما اعمل البيوبسي عشان مهم عندي انا عندي حاجتين مهمين قوي بعمل بعد البيوبسي البيشنت والسبيسمن اللي انا خدتها هو البيشنت بعد ما يقول سفشن تقلبه لا لسه ما خلص يقول لي خلاص اوكي بيشنت اوكي ايه اللي انا بعمله للعيان انا بخاف على العيان من حاجتين الحاجه الاولانيه اللي بتحصل لي تمام او هيماتوريا الكوميونيكيشن اللي اتكلم عليها فمهم قوي ان انا اقلب العيان على ظهره ينام على السوبان بوزيشن لمده 3-4 ساعات تمام وبقول له خلي بالك واتش ذا يونت فور ان ايفيدنس اوف هيماتوريا تمام علشان البريدنج زي ما قلت بعد كده في الكوميونيكيشن وبرده باخد من العيان سبيسن سي بي سي عشان ممكن يكون فيه وانا مش واخد بالي بدا يخش هوربل بليدنج ولا مش واخد بالي يبقى انا باخد ابسط حاجه سي بي سي عشان ما تعملش بعد البايوبسي ولكن في بعض الاحيان انت شايف الحلقه كويس كويس اوكي بعد 3-4 ساعات مفيش حاجه ميجر حصلت لو هتحصل كانت هتحصل في 3-4 ساعات دول اي كان سند هيم هوم ولكن سم تايمز لو انت كين على الميشن بتاعك قوي وستيل وارد عليه يو بيتر ليت هيم ستي اوفر نايت وانس ديمد سيف ذا بيشنت كود جو هوم اتس نوت الاود تو بيرفورم and heavy lifting machine ده حاجه غير العيان مش حاجه تقيله تمام نعملش فيجرال اكسرسايز على الاقل 1 to 2 weeks بعد البروسيجر and continue to avoid the medication اللي احنا قلنا عليها في الاول ان انا لو رجعتها
تعمل بليدنج زي الاستم زي الانتوكارديشن اوكي وتلاحظ نقول البيشن خلي بالك من اليورين بتاعه if you watch it ان هو ان اليورين بتاعه ريد اور دارك ريد اور براون you should revise your decision على طول ساعتها كان طبعا ممكن نحتاج بروسيجر تو ستوب ذيس بليدنج طبعا خلاص احنا كده اطمنا على البيشنت بتاعنا الحمد لله هيز اوكي مفيش اي مشكله فيه الكلام ده طبعا مروح خلاص لا طبعا لما نروح وانا لسه على التيبل هو بياخد الخدمه البيوسي وتاكدنا ان المفروض يكون في تكنيشن موجود او احنا مع الوقت تعودنا الحقيقه وحتى انا عندي في الجامعه هناك شنطه جايب البيس بتاعت البيوسي اللي مديها لي هناك جايبها من بروسيجر كل سنه انا حاسس ان انا كنت شفت شكل بالمدار اتس اوكي كان هي بس كده ادوها لي قالوا لي كويسه اللي كان سنتر يعني حد يشوفها لو جه حد بصور له مع الوقت بقى ما قعدناش بيدوقونا بقى في التسليم احنا عملنا لوحدنا عملنا لوحدنا الحمد لله الفرقه وسامت ان هي كويسه بس اوكي؟ اي نو طبعا اللي بعتها فور ذا باثولوجيست فور تو بي اكزامد باي لايت ميكروسكوب وعاده هو اللايت ميكروسكوب بس Because it's very expensive to do immunofluorescence and electron microscope. And if you send for electron microscope, it's gonna be a hell. يعني a hell يعني حاجة كارثة. بصراحة يعني نفسها ان احنا نبعت حالة electron microscope. انا عندها وقت ولا تكاليف ولا ذكرت الحاج ليه بيقعد في القاهرة 12 يوم It's very important. It's very important. So I'm about to tell you. I'm showing you something called clinical bacterial correlation. It's called CBC. CBC. CPBC. Clinical bacterial correlation. It's very important. You send the whole clinical data and for laboratory sheet. You have to do all the investigation. You have to do. You should send with the biopsy request or bacterial request. Why? And of course, why is the bacterial not being engaged? فبيطلع لك حاجات في واقع قدامك بيكون الكلو جاست كلمه منك بس ان البيشن ممكن يكون له بس ولا فتره ياخد علاج او ممكن يكون البيشن ده دايابيتك او البيشن ده مثلا عنده حاجه في الكلينيكال هتبقى هي الكلو تو اسيس ذا دايجنوزس لو احنا باثولوجيكال بيسس دي الكومبليكيشن بتاعتنا طبعا من الحاجات اللي هي حاجات ممكن تتراوح ما بين فيري سيريس كومبليكيشن وفيري سيريس اند فيري رير كومبليكيشن الحاجات اللي هي من الحاجات الفيري سيريس كومبليكيشن زي البليدنج البليدنج از موست كومن كومبليكيشن اوف ذا رينال بايوبسي اند ميني بيبل ماي نوتس براد ان ذي جاست فيري سمبل اللي انا قلت لكم اياها في كام ساعه بقول لكم اليوم الاولاني جاست دي بتحسب معظم العيانين تقريبا ما تخافش منها ولكن تخاف انت اذا كان البليدنج مور سيفير وبرزيستنت وما بيقفش تمام؟ فده ممكن يكون طبعا زي ما بقول لكم ليه احنا ببعد عن الهايلاند بتاع الكيدني بخلي دايما في الدور فول في الكيدني علشان ابعد عن الهيرين الارضي او هنا الهيرين فمهم قوي الحكايه فدي طبعا لو في سيفير بريدنج بالطريقه ديت ممكن اراجع العيان تاني او ابعته لنيورولوجيست او الانترفيشن ريديولوجيست ان هو يكون لي ماتيريال اللي بتعمل لي سموها سيلكتف امورزيشن عشان اقفل البليدنج فيسلز الموجوده sometimes the allergic treatments اللي قلنا بحتاج ان انا بدخل من نوع معين زي sometimes على فكره دي حاجه برضه بتاعتنا انا عملتها استاذي الدكتور احمد شوقي في كندا كان بيقول لي just when you go for renal biopsy لازم تحط في دماغك it's a very simple procedure but it may be horrible procedure it may end with death or defective فخلي بالنا من الحكايه دي برضه كمان الحمد لله ما حصلتش معانا ولكن طبعا احنا ما فيش حد كبير على اي حاجه. السؤال بتاع السبورت بالنسبه للكونسنت يس اعرف كل الكونسنت دي طب والله انا عاوز اتكلم تو ذس لا بس انا فاكر مره انا فاكر مره وانا مع الدكتور هناك في كندا قال له هي ممكن تحصل نص في المليون بس بتحصل لا هو كده والله الستاتستكس 1 اوف 2 بير 1000
very high في النيدل على حسب النيدل. الترو كات القديم كان one in a thousand. With the new one real time one in 10,000. One to two in 10,000. بس هو ممكن بقى بيموت. احنا بدلنا اثنين على خلال 25 سنة. أنا يعني الكلام ده أنا فاكر أصلاً إن لازم نتكلم بروح بس أنا ديوميشن دكتور رشيد أنا كنت ديوميشن سوري؟ When we don't mention death لا yes, don't mention death ولكن بنقول له bleeding وبنقول له إنك ممكن تطول وممكن يبقى في complication وممكن في perinephric hematoma يعني كل الحاجات دي بس الناس ما بنقولوش حضرت الاستراحة في أي بروح في كامبريدج هو بيقول البيشنت بيقول له بالأرقام من كل 50 واحد يقول له بلين بلين سيبريت من واحد ل 200 واحد 200 كل واحد مش عارف 250 في فاني ايفنت اصل الحاجات دي ما بتفرقش على العيان ومن واحد ل 500 هو الواحد اللي من 10,000 ما هو يبقى هو الواحد وفي السعودية قالوا السعودية في ناس طبعا نسبة الفيوزن عمل برأس السعودية عالية جدا فهي بتبقى تريح من فروج الساعات لان هم ناس يعني ساعات قصة صعبة فقالوا خلاص نديله هو لو حصل كومبليكيت لو حصل مشاكل احنا برضه هنعلقه طبعا برضه من ضمن الكومبليكيشن برضه البين برضه الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل ولكن طبعا زي ما احنا عارفين بيكون سيلف ليميتد يعني 1 اور 2 دايز ماكسيمم هذا از ا بانش اوف سايد ولكن لو ريزيستد اند ذا بيشنت سفر ا لوت بين اكيد في سمثينج رونج اوكي ممكن يكون حصل سيفير بنفيت منتومه زي ما انتم شايفين طبعا مش عارف لو في البطن وبين هذا طبعا لو قصر زي كده سبب اوكي مش اوكي ذيس از ا بيج بين منتومه ممكن يكون سبب في البين الموجود فنضطر نفتح طبعا دلوقتي الكلام ده الا اذا كانت طبعا مي اسك ذا بيشن جاست تو سي بشكل ده بتقيم بيولوجيكال إذا كانت هي فارنديت كريزولف and spontaneously absorbed فما تصل إلى إذا كان نحن عارفين إيه اللي موجود at least ممكن طبعاً just some short simple killers and some advanced antibiotic killers as well دي برضه من حالات الكومبليكيشن المشهورة اللي ممكن تحصل بعد رينا كويسي هي الأرتيريو فينس فيسترا يعني إيه؟ في كومبليكيشن بين الأرتيريو والفين ممكن تاخد العينة هباش تو سمول فيسلز ارتري ارتريول اند فينيول وات ايفر هذا طبعا المنظر ده قدامنا الموزايك ابيرنس ده في ازرق واحمر في حاجه صفراء كده هي ديت مكان الايه؟ مكان الفيسنا ديت يعني سم اوف ذا ريفرنس اللي هو انترستد جاست ليف ذا توب هير اوف ذا فيسنا في بس انا بقدر شو جاست تو كابل اوف مينتس اونلي ذيس تو كليبس There's a nice review article in the American Journal of Kidney Disease من شهر وشهرين راجعوا حوالي 200 study ولا 100 study and the complication of renal biopsy وعملوا متى systematic review هكذا وقوم بالأرقام 9000 عيان ومش عارف كم procedure ما هو كل عيان يمكن يبقى عنده 2 or 3 passes وطلعت الأرقام اللي أنا بقول عليها 0.20 0.02-0.03 death rate و 0.3 bleeding rate وهكذا يعني. الإيجي كده اللي أنا على 9000 أعتقد دي ما قلت أنا قرار بكل على دي 9000 وطلع عن risk of bleeding أكتر في ناس في الكريتين بتاعه مش نورمال عالي فالي كوشس في الكريتين العالي الحاجة الثانية اللي بياخدوا أسبرين حتى من أفرض الريسك عالي شوية عالي والضغط ما كانش مشكله قوي بس الضغط يعني بين 140 و130 مش اصل الضغط اللي هو العادي. ده هو في حاجتين فينا. والسايز اوف ذا نيدل برضه قال لي كومبليكيشن، ذا سمولر ذا جيج اوف ذا نيدل ذا لور ذا كومبليكيشن ذا هاير. The main question I always ask myself when I do a kidney biopsy وفي ريسك وفي بنفيت. فلازم تعرف الريسك وتعرف ارقام الريسك وتقول للعيان ارقام الريسك وتقول له البنفيت ايه؟ والبنفيت والاتش باوس طلعت ثين ممبرين طلعت اي جي اي هتغير علاجي يبقى وفر عليه البليدنج ووفر عليه ووفر عليه كلها. بروتينوريا اقل من 1 جرام هتدي له ايس انهبيتور وهتسيبه في حاله نورمال كيدني فانكشن. Will it change my management? Offer علي البايوبسي وهكذا. Always ask yourself how will the biopsy change my management? Either in diagnostic term يعني قدم لك العلاج
او البروجنوستيك ثيرابي هتلاقي كلها فايبروسيس مش هتديله immunosuppression مثلا يبقى ده بروجنوستيك وهكذا. Always ask yourself how will it change my life. الناس تقول لك لا مش هيشنج مانن بس انا عايز اعرف. طب عايز تعرف ليه؟ سلي نفسك. في ريسك في بعض الوظائف لازم الواحد يحط We always do a bleeding time, بس يعني بالشرط انه يكون اساسي زي ما انت بتقول لو كان creatinine normal ومفيش medication ممكن clotting normal خلاص انما creatinine اعلى من اثنين مثلا نسميهم بالسلام. لا فهنا الفيلر لو عندنا dysfunction it's better نعمل bleeding time. لكن في نقطه لو عندنا aspirin هل bleeding time هتدي security او guarantee لا البيئة طيب يطلع نورمال برضه بيحصل بليدنج بعد الاسبرين، الاسبرين دايما في ريسك. طب ومستوى الاسبرين قد ايه قبل وبعد الاسبرين؟ اسبوع Some people give desmopressin. Some people give desmopressin before the biopsy to shorten the bleeding time to improve the platelet count. يعني نادر. بس في نقطة برضه هنا تستحق إن أنا أقول لك لما عند ريسك جامد لأن أنا وقفت الأسبرين واحد عنده كرونر إيفنتس كان رهيب وحاجات زي كده ما بقاش نسبه. البروسيد لان اذا كانت هي اكسترول انديكيت لو راحت ترانسبلانت ولو حصل كده في كل حاجه. هي على فكره من ريلاتيف كونتر انديكيشن بس هو اذا كان فاهم لكن اعمل لو عين هي اسمها كوست بنفيت او ريسك ستراتيفيكيشن اوقف الاسبرين عشان اعمل بايوبسي عشان انا فاهم ريسك اوف بليدنج بوينت مش عارف ايه او كلام زي كده احطه في كف وقفت الاسبرين العين هيموت بنسبه 5% انا هحميه من 1% بليدنج عشان يحصل 5% مورتاليتي. يبقى ساعتها هسال نفسي هل محتاج البايوبسي ريال يعني الانديكيشن قوي جدا واحد كده ترانسبلانت وعوض وهياخد الان سبريشن او انترجكشن عشان كده تستمر ولا القصه الانديكيشن ده انا عايز اعمل عمليه بلول وهو يمشي على كده على اس انهبيتورز او يمشي كونزرفتيف مش فارقه او اعدله امبريكال اللي هو نفروتك بالان سبريشن. لا ممكن الحاجات اللي هي مش خطيره الانديكيشن مش قوي امشي بقى امبريكال ثيرابي فده في ريسك البلين يعني. لكن لو هي لازم حقيقه اقوم اعمل بايوبسي يبقى ساعتها اعمل بايوبس ما اوقفش الاسبرين اذا كان العيان هيموت لو وقفت الاسبرين. فيعني مثلا العيان هيعمل نفرته عندنا مثلا بشر نفرته ده
من الهايلي بليدنج سيرجن. لو العيان عنده كورونري ايفنت ويزن 3 مانس ودخل عمل اسطار وكلام زي كده مش ممكن اوقف الاسبرين قبل العمليه. يعني جراحين المسالك عندنا في القطر راس التراب احنا وبعد التخدير بدا يفهم القصه ويعرف ان العيان ممكن يحصل له كاردو فاسكولار ايفنت عنيفه ممكن توصل للمورتاليتي وان هو لو اشتغل بنفسه شويه وحضر دم والعيان حتى حصل شوية بليدنج خد شوية مش مشكلة. انت بين برضه بتحكي على وات ام جوينج تو دو يعني ايه الحاجات اللي انا هعملها؟ ديزيرف ان انا اوقف الاسبرين او اذا كان اذا كنت اقدر اصطبون لازم نحط الكلام ده في كفه. With increased risk of this approach, increased risk of bleeding, same as the doctor is saying, old age, high creatinine, low hemoglobin, وكان في واحد جندر من هالي في ميل كان اكثر من ميل مش فاكر بس ما نستهينش يا جماعه بالاسبرين. عندنا يعني مثلا مره ريزيدنت دخل ما كانش مسيح عليها بس شويه دخل رانكينج سنتر لاين وبتاع لا مش مشكله العيال ضايق في نهايه الداليسيس بهيماتوما عنيفه كده موجوده هنا لازم ناخد الامور بحذر ولو في عيال بياخد وانا مضطر اعمل يبقى اعمل مينيموم انفيزيف بروفيس مش خش على 50 بايوبسي هو سيرفايلز ده الماكسيموم العيال زي ده هتناقش مع الكونسلتنت مع الراجل السينيور احسن ايه تعمله واقول له خلينا اسعى الام قال لي وطر بس بس حاجات زي كده. اخر سؤال بقى اخر سؤال بقى ده في الهاتف ايه ده؟ ده لازم يبقى كوشس. احنا ساعات بندي القصه دي ليه؟ عاوزين يوري يجي بسرعه يشوف فيه ماتوريا ولا لا عشان نشوف حنين العيال ده بور رايق خلاص ياكل ويشرب الدنيا كويسه. لكن يبقى كوشس لو كرياتين لو عيال مره جامد جامد عنيفه الكرياتين عالي انت ممكن تاخده في اوفر لود فكل حاجه لازم تبقى اندكتورايز. يعني ما فيهاش كده بس يعني ما فيهاش كده بس انت ما تقدرش بقول لك ان احنا بس عشان تواش اذا كان في كيلو وعلى فكره معظم العيانين الحاجه اللي برضه بلاحظها ان اللي يجيلهم سام سورت اوف بازو هيجن بتحصل كتير لعيانين كتير قوي بازو هيجن عشان كده بقول لك ما تخاطرش بتعملها في المستشفى بتعملها في المستشفى احنا بنعملها في المستشفى ولوكال اسيس بعد كده لمده ساعتين ربع ساعه اوبزرفيشن بالس بلاد بريشر وبعد كده نص ساعه لمده ساعتين وبعد كده ساعه لمده اربع ساعات ويروح يعالج تاني يوم ما دام ما حصلش هيماتوريا ولا كده من حصل هيماتوريا من السي بي سي الترا ساوند ونطمن ان مفيش مشكله وننصحه زي ما الدكتور كمان قال اسبوعين ما ينفعش حاجه تقيله ولا نعمل استريكت ولا كده. السؤال اللي هو اللي انا طرحته في الدسكشن اللي هو السبيكتري كيدني او السنجل كيدني نسمع سؤال الدكتور وبعدين ايه؟ انا جاست وانت اتواصل ابوت كونتر اندكيشن اوف بريجنسي از ان يو تو ديفيكال بروسيجر اور وات فور بريجنسي؟ يس اذا ما كانش السؤال اللي حضرتك عاوزه ده اللي هو السبيكتري كيدني او سنجل كيدني
It's a difficult one because, as you said, the transplant allograft for whole single kidney. It's a relative contraindication in native kidneys, and unless you have the risk benefit, then you don't want to biopsy a single kidney, end up with a massive bleeding, yes, end up with a nephrectomy. That's patient correct. Is on dialysis for the rest of his life. عشان تعرف لو كان عنده isolated microscopic hematuria شكلها ايه او proteinuria 2 جرام شكلهم ايه وكلنا عارفين نعمل كده. هو كان ممتاز فالسرد الكدني نيتف اس جرافت قصه ثانيه. الجرافت هنا افراد الى فرصه مكان جهاز قصه ثانيه. انما الكدني اللي بعتنا ده سلاف الكدني بالنسبه لكم نو بيبس. حولها بقى للاكسبيرينس سنتر يتعامل معاه والايديال اوبن بيبس. ايوه Some people do with a small gauge and sonar guided to minimize situations the report بتاع non-neoplastic kidney affection وازاي الباثولوجيست اوبتمايز هيز تولز وازاي الفيزيشن زي ما الدكتور كمال بيه قال يبقى فول داتا ويبقى في تعاون مع النيفرولوجيست مع الباثولوجيست فبالتالي لازم نعرف القصه دي نحطها في سام تدينا فكره دلوقتي بعد ما الدكتور كمال قال ناحيه البروجكت بيرسبكتيف والبايوبسي الباثولوجي بيرسبكتيف دوره في سام بتاعك